النهاردة كنا بنتكلم عن جزء مهم من محاور الحوار الوطني اللي هو المرتبط بالتغيرات المناخية، والحقيقة جزء من شغلنا ان احنا كنواب لازم نوعي المواطنين. وطبعا النهاردة كانت اهم شريحة من الشرائح المجتمعية وهي شريحة الشباب، واحنا بنتشرف ان احنا نعمل فعالية مهمة وكبيرة زي دي ونتكلم فيها عن قضايا التغيرات المناخية، طبعا في تحت قبة جامعة القاهرة اللي النهاردة بتستضيفنا. ودي الحقيقة تاني فعالية بنعملها ناتجة عن بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وجامعة القاهرة. مهم جدا أن الشباب يستوعب القمة، مهم جدا أنه يتناول ما جاءت به هذه القمة ومخرجات ذلك. ننتظر أن يكون يعني كافة ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية في باريس أن يتحقق في هذه القمة. العالم أجمع بالمناسبة منتظر أن تكون هذه القمة أفضل من سابقها من القمم المتعلقة بالمناخ. الهدف الأسمى زيادة الوعي والتوعية البيئية معنى التغيرات المناخية وأثارها وأسبابها وإزاي نجابهها وأهمية الكوب وأهمية مؤتمرات المناخ وإزاي نسهم كشباب وكأفراد في مجابهة أو التكيف مع هذه القضية الخطيرة.